بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيها الإخوة الكرام، من المسلمات أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، وأنك إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. لذلك الكلمة الدقيقة للإمام علي كرم الله وجهه: أصل الدين معرفة الله. هذا الجانب المكي الذي بقي فيه الصحابة أعواماً مديدة يتعرفون إلى الله فقد في حياتنا اليوم من مناهجنا. في عنا الفرائض والسنن والواجبات وأحكام الفقه، طيب هذه الأوامر وهذه النواهي من عند من؟ يعني أحياناً للتقريب، وليس في بلدكم، في بلد آخر، تأتيك رسالة من مدير البريد أن تعال تسلم رسالة مسجلة، ما تتحرك فيك شعرة، وقد لا تذهب، وقد يأتي كتاب صغير من فرع من فروع الأمن: تعال قابلنا بعد يومين، ما بتنام ثلاث ليالي. شو الفرق بين الكتابين؟ الآمر أول إنسان ما في يعتقلك، أما الثاني فيه ما يطالعك بعشر سنوات. فبس تعرف من هو الآمر بتعد للمليار قبل أن تعصيه. أصل الدين معرفة الله. لما هالجانب هذا يعتم عليه نغفل عنه، في عنا أوامر ونواهي. يمكن ما في طالب درس بأي مدرسة رسمية أو خاصة إلا في تربية إسلامية من أول صف لآخر صف، الفرائض والسنن والصوم والصلاة والحج والزكاة وأحكام البيوع، ومع ذلك ما في مجتمع يخالف منهجه كالمجتمع الإسلامي. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، 1,700,000,000، وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. لذلك الذي أراه لا بد من أن تقتطع من وقتك الثمين وقتاً لمعرفة الله. من هو الله؟ هذا الذي تعبده من هو؟ أين أوامره؟ أين نواهيه؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا بين الموت وبين قيام القيامة؟ ماذا؟ هي حقائق كبرى نغفل عنها. فلذلك أقول هذه الكلمة: أنت أحياناً تحمل دكتوراه في الفيزياء النووية، ولأنك لم تعرف دينك فأنت أمي في الدين. أنت متعلم في اختصاص مادي لكن في الدين أمي. لماذا خلقك الله عز وجل؟ ما العمل الذي ينبغي أن تفعله في الدنيا؟ ما علة وجودك؟ ما هي ما تعريف الشرع عندك؟ فلذلك أخواننا الكرام، لا بد من قضاء وقت في معرفة الله. الآن في هذا الدرس غدة لا يزيد وزنها عن نصف غرام، اسمها الغدة النخامية. هذه سماها الأطباء ملكة الغدد، لأن الغدد نوعان: غدد إفرازها خارجي كالبنكرياس والمرارة، وغدد إفرازها داخلي في الدم. الغدد ذات الإفراز الداخلي سماها العلماء الغدد الصماء. ملكة هذه الغدد التي تأمر كل الغدد هي الغدة النخامية في الدماغ، وزنها نصف غرام.
هذه الغدة مربوطة، شوف قبل نحن في عندنا نظام كهربائي ونظام هرموني، الأوامر التي تصدر عن الغدد ليست أوامر كهربائية، أوامر هرمونية، والأوامر التي تصدر عن الدماغ أوامر كهربائية. في عندنا نظام كهربائي ونظام هرموني، التنسيق بين النظامين تقوم به الغدة النخامية. هذه الغدة النخامية مربوطة شيء لا يصدق بمئة وخمسين ألف عصب، هذه الأعصاب تنسق العمل بين النظام الكهربائي الذي مصدره الدماغ وبين النظام الهرموني الذي مصدره الغدة النخامية. الآن هذه الغدة تفرز 12 هرمون، يعني كل لقاء إن شاء الله هرمونين ثلاثة. أول هرمون هرمون النمو، هذا مؤلف من 188 حمض أميني، والحقيقة أضطر أوقف قليلاً، لو جئت بكيس وضعت به 10 أوراق مرقمة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 وخلطته تسحب يمكن تطلع واحد أو اثنين، يعني الواحد احتمال يطلع معك واحد، واحد من 10 حالات، واضح؟ هلأ يطلع بعد الواحد واحد صار واحد من 100 حالة، يطلع بعد الواحد اثنين ثلاثة واحد من 1000 حالة، فاحتمال يطلع الواحد وراء اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، احتمال واحد من أمام 10 أصفار، يعني 10,000,000,000، يعني حالة من 10,000,000,000 حالة أن تمسك بالورقة أول مرة واحد، الثانية اثنين، الثالثة ثلاثة، الرابعة أربعة، أن تخرج الأوراق متسلسلة وهي 10 أوراق، الاحتمال واحد من 10,000,000,000 حالة. الآن هذه الحموض الأمينية التي تفرزها هذه الغدة، الكون كله لا يكفي كي تصنع صدفة، الكون كله. أعقد شيء بالإنسان هذه الهرمونات. قال بكل لتر من الدم بده يكون في 10 ميكروغرامات من هذا الهرمون بكل لتر من الدم. إذا النسبة قلت بيصير الإنسان قزم، إذا كثرت بيصير عملاق 3 أمتار 4 أمتار 5 أمتار، حتى يكون وزن طولك معقول 160، 170، 180 مترين، من 160 لمترين لازم يكون عن طريق الغدة النخامية لضبط النمو. نعم أخواننا الكرام، الهرمون مؤلف من 188 حمض أميني، ومرة ثانية ذرات الكون بأكملها لا تكفي كي تصنع هذه الهرمونات صدفة، 10 أوراق تسحب بالتسلسل، حالة من 10,000,000,000 حالة. أما الكون كله بأكمله لا تكفي ذراته أن يصنع حمض أميني صدفة. هذا الكلام لنفي الصدفة، أن الكون صدفة. هناك نظريات إلحادية تقوم على هذا المبدأ، صدفة، كله صدفة. حينما تؤمن بالصدفة تلغي عقلك، تلغي عقلك. وأنا أقول لكم كلمة، يمكن أعقد
مخلوق بالكون الإنسان، يعني الدماغ هذا 140 مليار غدة سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد للآن، في عليه 14 مليار غدة قشرية، مكان الذاكرة بحجم حبة العدس، تتسع لسبعين مليار صورة الذاكرة، مكان المحاكمة، مكان السمع، البصر، والله في أشياء من الدقائق العقل ما بيصدقها. ماشي بالطريق وجدت أفعى ببستان، هذه الصورة تنطبع على شبكية العين، الشبكية تنقلها إلى مركز الرؤية في الدماغ، بالدماغ في ملفات، هذه الملفات منها ملف الثعابين والأفاعي، هذا الملف ما الذي يغذيه؟ قصة سمعتها، صورة رأيتها، درس بالعلوم قرأته، تجتمع هالقصص مع المشاهدات، مع التجارب، مع الخبرات، مع الحكاية بهذا الملف، فلما ترى حية في بستان تنطبع هذه الحية على شبكية العين، على الشبكية، والشبكية تنقلها إلى الدماغ إلى مركز الرؤية، بالدماغ تدرك أنها أفعى وأن لدغتها قاتلة، وفي نظام بحياة الإنسان، في عنا إدراك، انفعال، سلوك، إذا الانفعال ما موجود ما في سلوك، وإذا الإدراك غير صحيح ما في انفعال، هذا قانون. يعني مثلاً قل لواحد هيك محترم على كتفك عقرب، ممكن يبقى هادئ، لك بارك الله بك، أنا شاكر لك هذه الملاحظة وأرجو الله أن يمكنني أن أكافئك عليها، لما بينط نطة ويخلع جاكيته تقول له عقرب على كتفك، تم ساكتك مرتاح، أنا ما فهم شو قلت له. فلذلك أخواننا الكرام، لما تقرأ آية قرآنية وما تتأثر، شوف مع الآية الثانية، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لا تعد مصغيا لهذه الآية إلا إذا انقلبت إلى سلوك، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فما لم تتحرك، ما لم تأخذ موقف، ما لم تعطي، ما لم تمنع، ما لم تغضب، ما لم ترضى، ما لم تصل، ما لم تقطع، معناها ما تأثرت. ولو تسمع مليار درس بحرم الربا ومالك بالبنك عم تأخذ فوائد ربوية، أنت ما سمعت شيء. لذلك أموات غير أحياء، أموات غير أحياء. عود نفسك العادة، ما لم تتحرك، ما لم، قد تكون ينبغي أن تصل أو أن تقطع، ينبغي أن ترضى أو أن تغضب، ينبغي أن تحب أو أن تبغض، ما لم تأخذ موقف نفسي سلوكي مما تسمع، لا قيمة في هذا السماع. يعني ما بعتقد أي إنسان بأي لحظة بيقلب بأي شيء بالإنترنت، بالفضائية، بيلاقي دروس دين، بيسمع. إذا كان سمع الدرس وما تحرك، بيقول إنه الواحد إذا قرأ القرآن فلم يتأثر، فصلى فلم يتأثر، فذكر الله فلم يتأثر، قال أيها الإنسان اعلم أنه لا قلب لك. فالإنسان عم يجي على الجامع وعم بيروح من الجامع ويفيق الصبح، مفروض أنه أي شيء سمعه ينقلب إلى سلوك، إلى امتناع أحياناً، أو إلى عمل، أو إلى تأثر. فهذه الغدة النخامية بكل لتر دم لازم يكون فيه
عدد من الهرمونات في هذا الجسم. أول هرمون هرمون النمو، إذا زاد بيتعملق، قل بيتقزم. والآن أحياناً يعني يعالجون هذه، إذا في إنسان عنده قصر شديد جداً بيعطوه هرمون، هذا بيعطوه إياه. الهرمون الثاني إفراز الحليب، حينما تحمل الأم وحينما ينمو الجنين وينمو الجنين وينمو الجنين، فإذا ولدت بيمتلئ صدره من الحليب. هذا الحليب أول يومين بيعطي مادة سوداء، هي مو حليب، لما الأمعاء بالطفل ممتلئة بالشحم الأسود، شحم، لو ما كان في شحم كان نمى الأمعاء على شكل شريط مو شكل أنبوب، فالله عز وجل يملأ هذه الأنابيب الأمعاء الدقيقة والغليظة بالشحم. فأول يومين المادة التي يفرزها ثدي الأم مادة مذيبة للشحوم. اسأل من حولك، خروج أول يومين للطفل المولود أخيراً مادة سوداء، هي الشحوم المذابة. الآن الحليب يتغير تركيبه في أثناء الرضعة الواحدة. الرضعة الواحدة بيكون الماء 60%، تنتهي الرضعة الماء 40%، يتغير تركيب الحليب في أثناء الرضعة الواحدة. هذا الهرمون هرمون الحليب، شيء عالم الهرمونات عالم آخر، عالم آخر. في عندك هرمون آخر اسمه هذا الحليب، شوفي في مادة مذيبة للشحوم، الحليب في عوامل مناعة الأم، جميع الأمراض التي أصابت الأم وشفيت منها وكونت مناعة، عوامل مناعة الأم تنتقل عن طريق الحليب إلى الصغير، إلى الطفل. فالطفل يولد ومحصن من كل الأمراض التي أصيبت بها أمه. هذا الحليب سهل الهضم، هذا الحليب حار في الشتاء بارد في الصيف. أيام الأم تغلي الحليبات تحطهم بالقارورة، بس ما بيتحملهم الطفل، بتبردهم في عملية 10 دقائق لحتى تغلي تعقمه بتبرده. هذا الحليب معقم، بارد في الصيف حار في الشتاء، فيه كل مناعة الأم. نعم، وفي ترتيبات دقيقة جدا لهذا الحليب. والله يا أخوان قرأت مرة بحث، لا شيء يعدل حليب الأم، والأم التي لا ترضع وليدها حفاظا على قوامها ورشاقتها أنا أسميها أماً مجرمة بحق وليدها. مئات الألوف من أجل قوامها وأن يكون صدرها كاعباً كما يقال ما بترضع، مع أنه الحليب لا شيء يعدله، ولا يزال العلم عاجز عن فهم أبعاد تركيب الحليب الذي يأخذه الأم الطفل من صدر أمه. فيه هرمون آخر اسمه الاستقلاب، الاستقلاب تحول الغذاء إلى طاقة. أنت شلون تركب سيارة
تضع في المستودع 20 لتر بنزين، هذا سائل، تمشي 200 كيلومتر بيخلصوا. وين راح؟ كانوا سائل صاروا حركة طاقة. فهذا الهرمون بيحول بعض المواد إلى طاقة. وإن شاء الله نتابع في لقاء آخر تفاصيل هذا الهرمون أو تفاصيل هذه الغدة النخامية. والله وحدها الغدة النخامية لا تملك إلا أن تخر لله ساجدا، نصف غرام وزنها، 12 هرمون تفرز. إذا بيتعطل واحد، قبل أن أشرح، في هرمون توازن السوائل، إذا تعطل بدك تقضي عمرك بين الحمام وصنبور الماء، تشرب تنكتين ثلاثة أربعة وطالعه. هذا الهرمون يعمل توازن سوائل، تكتفي بلترين ماء باليوم وبيطلع عن طريق الكليتين. يعني الحقيقة هالغدة هي أنا عامل عنها دروس كثير، وهي بتلاقوها بالموقع تبعي، يعني افتح الموقع اكتب الغدة النخامية ترى كل هذه المعلومات. لازم تعرف من هو الله، حطت لك غدة بدماغك عم تنظم لك شؤونك وحركتك والمواد الأولية والطاقة والحركة والتوازن. في هرمون التوازن بيوعى، في هرمون التوازن، إنه أنت شوف شيء مانيكان ببيع ألبسة جاهزة، طلع على الأرض قاعات استناد وهالقد في دائرة حديدية، فأنت شلون واقف على قدمين لطيفين؟ في معك في هرمون التوازن، في 3 قنوات بالدماغ فيها سوائل، لما بتميل في شعيرات حساسة جدا، لما بتميل القناة هكذا قوس، لما بتميل بتصير هيك، بيطلع السائل لمنطقة حساسة بتحس انه انت اختلت بترجع. لو لها ما في راكب دراجة اطلاقا، ما في انسان يمشي على قدمين، بده متر رجلين الفيل يصير. والله في اشياء بالجسم، انا بعتقد اذا الله بكرمك تفكر بجسمك فقط، ليش القدم هكذا؟ هي الاصابع الخمسة، هذا الباهم لولا ما في صناعة، الصناعة البشرية على الباهمات، تلغي الباهم كيف تكتب؟ بدك تشد برغي، هذا الباهم بينحكى عنه سنة، هذا الباهم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني خلي كلمة الله تسير عندك آلاف المشاهد العظيمة حتى تقول من هو الله، قبل أن تعصيه، قبل أن تأكل مال حرام، تستغل جهل الإنسان، تضع مادة مسرطنة المادة الغذائية حتى يرتفع سعرها. في والله مخالفات الحياة اليومية لا يعلمها إلا الله، بنحط بالطحينة سبيداش، مادة مسرطنة، مادة تستخدم في الطلاء، توضع في الطحينة بتصير بيضة بيغلى ثمنها 10 ليرات، مشان مبلغ استثنائي بتسبب للناس سرطانات. الناس كلها هيك، هي الناس كلها هيك عند الله بيقبلها يوم القيامة؟ ما بيقبلها منها، والله كبير. فعد للمليون قبل أن تعصيه، وعد للمليار قبل أن تؤذي مخلوقا، مخلوق كائنا ما كان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.